السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشباب البصرة مستمرين بالتظاهر. القضية قضية وطن، مو قضية أحزاب ولا قضية طالعين بالليل. ترى هاي الفئة الباقية، هاي الفئة الشجاعة الآن في البصرة، اللي يقدر يطلع يطلع، اللي ما يطلع مشكلته. احنا صارنا 16 سنة مبيوقين ومنهوبين، وخيرنا لغيرنا، واحزاب تحكمنا وعصابات وميليشيات ومخدرات. اليوم الشباب طالعين بالشارع ومستمرين، وصار لهم 50 يوم. هسه لو يطلعون اثنين هم يخالف، اهم شيء نتخلص من هذه الاحزاب وجماعة الكاتب الصوت والدراجات والاغتيالات اللي قاعد يفترون برا ساحة التظاهرات. نعرفهم كل زين، وقاعد نشوفهم وقاعد يراقبون الناشطين، والشباب ما يملون ما يملون. ليش؟ يردون الحياة، يردون الوطن، يردون يعيشون. باقيكم لو اخر واحد يبقى احنا باقيين.